ما كانش سهله وما كان مقدروش نقولوا ما كانش ما صعيبه ما سهله اون فيت كاينين على حسب لي دوغري كاينين لي بروميير انا اللي ما كيعرفوش يهضروا اللغه هما اللي كانوا لي بلو هما اللي تقصحوا بزاف لانه ما عندكش حتى الا بغيتي تمشي لشي سلطه اوكرانيه بغيتي تهضر مع ان اترونجي باش تقدر تحتمي فشي بلاصه ما تقدرش تقولها ليه ولا جون تماك ما كيهضروش بزاف اونغلي دونك سي تو با الا ما كتهضرش بالروسيه ما غاديش تواصل معاهم. كان شبيبكش دوز للحرب بعينيها شفنا الموت بعينيها شفنا خوتنا كيموتوا شفنا الموت بعينيها والله تمحنا بزاف ولكن الحمد لله كلشي سالم مزيان ويا ربي خوتنا اللي بقاو واحلين تما يا ربي تعاونهم باش تما يجيو 55 كيلومتر. البرد كله برد تعرف لوغوب دو ليست كلها بارده وكتبقى ليبوتيرمي غادي وكتهبط لك درجات الحراره تاع الكور تاعك ملي كتبقى في البرد في مده طويله دونك سيتي با فاسيل صراحه كانت او موان جلسنا واحد 10 11 اللي جيت منها دابا جيت ديريكتومون من اوديسا ولكن كنقرا في خاركوف اون فيت ما نكذبش انا ديما كنقول الناس مساكن اللي كيبقاو فينا حنا ما عشناش داك الرعب لاننا قدام شويه في لوكران اللي عاشوا الرعب مساكن لي بروميير اني اللي يلاه جاوا لا دوزيام اني هذوك تكرفسوا مزيان كي شافوا شي حاجات ما عمرهم شافها اي سون اونكور جون وكاين النص ديالهم مازال الواحد تما كون فيت الا كنت نقول شي حاجه ديوها في هذوك الناس اللي وصل رومانيا بولونيا خليوه يرتاح مع راساتو ديوها في الناس مساكن اللي كاينين في وسط اللي كاين في خاركوف وكياف اون فيت كانت صعيبه بزاف قلت لك شفنا الموت بعيني حتى كنقولوا يا ربي نموتوا وما نكملوش في هذا الشيء ولكن الحمد لله كملنا داك الشيء بخير كانوا مشاكل ديال البوس اللي ما بحال زعما الدول الاخرى الهند والاكوادور وهذوك الاخرين كيجيبوا لهم دي بوس من الفوف من واحد المدينه كاينه في اوكرانيا كيديهم حتى الحدود وكيكملوا بهم حنا للاسف حيت حنا جينا مع الاولين ما قدرناش نجيو في هذوك لي بوس انا بقيت صراحه لمده ساعه ما كاملاش حيت كنت من الاوائل اللي كان نخرج من الحدود الاوكرانيه ما كانش زحام والحمد لله معنا وفرات لينا الظروف اللائمه باش نوصلوا للمغرب عند والدينا بسلامه جيده. ملي خرجنا من بولونيا كانت يا ربي سمحوا لي ملي خرجنا من اوكرانيا كانت مزيانه خرجنا لقينا الاكل لقينا الحوايج المهم الحمد لله كما قلت لكم حيت جينا حنا مع الرحلات الاولين اللي خرجنا من الحدود داكشي علاش ما تشكرفسنا ولكن الاخرين كنتمنى يوفروا لهم داكشي. قدرنا نرجعوا لبلادنا كنا كنقولوا عمرنا غنقدروا نرجعوا للبلاد 20 كيلومتر بقينا 3 ايام وحنا مسافرين 3 ايام من حدود الحدود ولكن الحمد لله على كل حال الصراحه مزيانه في رومانيا فين تعكسوا معنا شويه حيتاش كانوا لي نون ديالنا باقي ما كاينينش في لي ليست لكن الحمد لله على كل حال بطبيعه الحال حنا كنا في مدينه اوديسا كان في اول نهار كانوا طراو انفجارات ومن بعد في النهار اللي موراه تمكنا اننا نخرجوا من المدينه وما حضرنا حتى شي حاجه اخرى الحمد لله وكنتمنى من كاع الطلبه اللي مازالين واحدين في اوكرانيا حتى هما يلتحقوا بنا ويوصلوا لبلادهم بامان ان شاء الله. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.